هذه أغنية للأيدي المسحوقة بالأغلال الدموية. تتحدى الأغلال الدموية لعيون تتوقد خلف القضبان للقامات المنتصبة في قلب الزنزانات الوحشية. تتحدى الزنزانات الوحشية. هذه أغنية للعشرة آلاف بطل من مئة المليون بطل للإنسان الهاتفي في وجه الغاز المحتل، الموت أو الحرية. هذا النشاط هو جزء من فعاليات التضامن شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه وفصائله وأطيافه السياسية مع نضالات الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 3 أسابيع، ونحن بدورنا كوزارة الثقافة وكشعراء ومثقفين من واجبنا أن نقوم بدورنا الداعم والمساند لنضال الأسرى داخل السجون. وهذه الندوة هذا جزء من ندوات تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع إخواننا داخل 48 شعراء وكتاب، حتى نثبت للاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم في المعركة. نحن جزء من هذا الشعب، ونحن جزء من هذه الحركة الأسيرة، وأننا جزء من هذا الشعب الذي يتضامن ويساند ويدعم نضال الأسرى داخل السجون. وسنبقى على عهدنا متواصلين نحشد الطاقات والإبداعات كلها من أجل إطلاق سراح كافة أسرانا ومعتقلينا داخل سجون الاحتلال. الهدف منها إنهم نعرف الطالبات بهؤلاء السجناء ومعاناتهم. وطبعا في الآن في صفقة إن شاء الله راح تنفذ يوم الثلاثاء، فهذه القصائد بتكون، هاي القصائد ما بتنتشر، فراح يسمعوها الطالبات إن شاء الله الآن.